الشتاء ليه ذكريات حلوة وليه ذكريات وحشة، ليه مواقف مضحكة وليه حاجات جميلة قوي في حياتنا. هنحاول ونسأل الناس هي ايه أغرب مواقف حصلت لهم في الشتاء. قولي ايه أغرب موقف حصل لك في الشتاء أو مبارح، أو ايه مواقف المضحكة اللي حصلت لك؟ الشتاء اللي فات ده كان شتاء فظيع، اول مره اشوفه في مصر. يعني انا عندي دلوقتي 36 سنه ما شفتش الشتاء شكل ده خالص. يعني لا، اول نوبه اشوف السيول ده، انا عندي 58 سنه، اول نوبه اشوف سيول بالطريقه دي ونطر بالطريقه دي اللي شفتها من 100 يوم. حوالي سنه كده كان اخويا في مركز تدريب والدنيا مطرت، ميه عاديه، الميه ابتدت تتقل لحد ما حبات المطر بقت تقيله، وفي الاخر اتحولت تلج. الناس كلها طلعت تجري تستخبى تحت تحت التندات. يعني هنحس بالمطر وهي نازله كده، في ناس نبص عليها اللي يعني مبلوله مويه وكده، فحاجات غريبه هتحصل. كنت زمان بقى وانا صغير بقى كان دنيا تانية غير اللي احنا شايفينه دلوقتي. نبقى قاعدين في البيت، ماما تعمل لنا الاكل، نقعد ناكل كلنا وفي مكان واحد، نتفرج على التلفزيون، مفيش طلوع بره. انما دلوقتي زي ما انت شايف النفق طبعا مواقف، والناس عتلت، والناس ما عرفتش تروح اللي يروح يعني، والعيال الطلبه اتبهدلوا، حريم اتبهدلت بعيالها. هو اغرب حاجه شفتها الايام دي. ايه اكتر موقف مضحك حصل لك اول امبارح؟ المحل هنا كان 3 شبار ميه، وقعدنا من الساعه 1 لغايه الساعه 6 نطلع الميه منه. ان كانت الناس وهي بتعدي عشان تعدي المطر كانت بتقلع الكوتشي، وشوفها وهي ماشيه حافيه. انت بتتكلم جد؟ ان انا نزلت في اول صلاح سالم، جيت لحد نص صلاح سالم، خدتها ماشي في جري في الميه، فضلت انزل واطلع ومنطوني ببل، بس ما كانش في مواصلات داخله صلاح سالم.